عندك مشاكل مع منتجين حسن، المنتجي علياء الكباري، ما بدك تجيب سيرتها مبلغ. لا لا عادي، بس هي مش منتجه اصلا يعني، هي دي في يعني 25000 جنيه، شو قصتهم؟ انه في مبلغ. ده كان في فيلم، والفيلم ده انا كنت قعدوا يتحايلوا عليا ان انا امضي فيلم معاهم عشان عايزين امضيتي عشان ياخدوا سلف التوزيع من المهم يعني، فمضيت الفيلم وادوني مبلغ بسيط كده، جزء كده بسيط اللي هو 25000 جنيه. وبعدين لقيت بياخدوا الفيلم في اطار وحش جدا، حاجه يعني واقعه خالص. وانا قلت لهم لو هشتغل الفيلم يعني نجيب مخرج فلاني يعني نعمل حاجه بشكل كويس، فهم حبوا يعملوا حاجه كده في 10 ايام حاجه، فانا مش هعمل طبعا الحاجات دي، فاعتذرت عن الفيلم ووديت لهم الفلوس في نقابه المهن التمثيليه. فبعد كده قامت راحت الست دي لمحامي قالت له انا عايزه اذي حسن الرداد، هدي لك 50000 جنيه بس عايزه افضحه وعايزه اذيه. وقال لها ليه، ده راجل كويس ومش عارف ايه وبتاع. فكلمني قلت له والله فلوسها في النقابه، تروح تاخدها من النقابه والموضوع بالنسبه لي منتهي مش هشتغل. فقامت هي عامله حركه كده مش مظبوطه، وقامت رايحه رافعه عليا قضيه في مكان غير المفروض، انا ساكن في منطقه، ترفع قضية في المنطقة بتاعتي. رفعت قضية في منطقة بعيدة واخدت حكم غيابي عني بسنة. زورت ورقة، يعني الورقة اللي انت بتبقى ماضي عليها بتاعت ايصال استلام الفلوس، زودت فيها ان هي ايصال، الكلام هايف يعني مفيش، زودت فيها ان هي ايصال امانة. كويس. فانا طعنت بالتزوير، والطب الشرعي جه شاف الورقة واثبت ان الورقة دي كانت ايصال استلام نقدية مش ايصال امانة، واداني براءة ويحولوها للنيابه بتهمه التزوير. ليه بقى تأذي كانت؟ واخدت سنه سجن دلوقتي اخر حاجه. يعني محكوم عليها دلوقتي بسنه سجن ومتبلغ عنها في المطارات وفي الحاجات عشان ما تهربش. وفي حين ان نفس الدور ماضي عليه ممثل تاني موجود دلوقتي وبيعمل افلام، بس مش هقول اسمه. مش عشان حاجه تعيبه، بلاش يعني اقول اسمه، واخد فلوس منها وما رفعتش عليه قضيه ولا حاجه، رفعت عليا قضيه. يعني الفكره مش فكره ان انت بتلمي حقوقك لان فلوسك كانت موجوده، صح؟ هي كانت متضايقه مني انا بالتحديد. ليه انا مش عارف، بركي حبتك، ممكن نعمله مسابقه في الحلقه، بركي كانت حبتك او شيء. انت بتقول هيك بتقول، شو بعرفني. طيب